ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كنت نزلت من فترة، الناس سألتني ازاي اعمل موديفيكيشن للتب، تمام؟ و اسمه ده، ومحدش يعني سوري ما يعني معرفتش اجاوب عليك، لان انت مش هتعرف تعمل حاجة زي كده من غير ما تشوف الفكرة، تمام؟ فسريعا كده هشرح لك ازاي تعمل موديفيكيشن للتب. دي تبات جديده، دي تب اي دي 6 ودي تب اي 14 دي، تمام؟ تعالوا مع بعض كده هشرح لكم كام حاجه، ازاي تفرق ما بينهم يعني، او ازاي سوري كمان تعمل موديفيكيشن للتب. تعالوا مع بعض كده. آخر حالة أنا مطلعها تقريبا من جنب الإيدكس، تمام؟ هوريكو فرق الثيننج اللي أنا عملته. دي الـ E14 دي اللي معمول لها ثيننج، شايفين قد إيه؟ شايفين أعمل لها شاربننج إزاي كمان، تمام؟ ودي تب ED6 بس أنا هلكها، تمام؟ في الشغل شايفين برضو مرفعها عامله ازاي، فيري شارب، وزي ما نقول كده زي السكينه بالظبط يعني، تمام؟ فهقول لكم على التريكات بتاعتها، تمام؟ ازاي تعملها وازاي تاخد بالك يعني في شغلها. يعني انت هتحتاج بالظبط، في حاجات هتجيبها من اي ام دي اس، وفي حاجات هتجيبها من ايمكو، اسمه ده وكيل كومت، ووكيل اسمه ده دبل اتش. دلوقتي انت محتاج ستريت هاند بيس، ده اول حاجه، تمام؟ طبعا عشان انت هتركب دي التبايه اللي هنركبها، سوري دي التبايه اللي هنعمل بيها، انا اسف، دي التبايه اللي انت هتركبها، اللي هتجيبها من ام دي اي ام دي اس، وكيل ايف في مصر، تمام؟ التباية زي ما خدت بالك هي فيها زي ما نقول كده دايموند شوية، معمولة التباية دي بتيجي جريدنج، بتيجي براون أعلى حاجة، بعد كده البينك، بعد كده الوايت، بس أنا محتاج دول بس، تمام؟ وببتدي أنعم فيهم، أنعم في التباية دول، مخصوصين للميتال والتيتانيوم ألوي، تمام؟ دول مخصوصين للميتال والتيتانيوم ألوي، هم مكتوب عليهم كده كمان يعني، ودي بتاعت معامل أصلا. هتجيب حاجة تانية من ايمكو، دي مخصوصة ان هي تلمع وتنعم البريشس الويز، زي سوري الجولد، تمام؟ فدي انا هستخدمها بعد ما نعم التب، سوري بعد ما اعمل موديفيكيشن للتب، عشان انت بعد ما تعمل بالدايموند دي هيبقى في سطح كراك على الايه؟ على التب ذات نفسها، فانت محتاج ان انت تنعم التب بعديها ب التب دي. يعني هما ثلاثة كده دول، ودي اخر حاجة بتيجي بارت منفصل، ودي اللي بتركب عليها، تمام؟ بتخش زي القلوص كده، تمام؟ خلاص، فتعالوا كده هوريكم حاجة بسيطة، نلعب على تب من اللي موجودين. شايفين فرق التبات؟ دي التب انا عمل لها موديفيكيشن، ودي التب الاوريجينال، ده منظر التب الاوريجينال، وده منظر التب الاوريجينال دي 6، ودي منظر التب اللي انا عامل لها موديفيكيشن، تمام؟ فتعالى اوريكم حاجه كده بسيطه. المفروض ببتدي الاول بعمل موديفيكيشن للتب، ثواني باجي لازم ايدي دي تبقى ثابته، وابتدي ايه، دي شغاله اهي، وابتدي العب، اعمل زي اكني بعمل زي السيف كده، زي فكره يوشي ان هو بيعمل ايه موديفيكيشن للتب. شايفين التب بقت عامله ازاي؟ يعني التب اصلا عامله ازاي؟ شارب ازاي؟
او ممكن تثبت ايدك وتحرك دي، ثبت الهاند بيز نفسها وحرك الايه ايدك اللي فيها التب عشان تظبطها. تمام شايفين رفعتها شويه بقت مور شارب. طب دلوقتي اجي المع التب، هاجي المع التب دلوقتي، شايفين التب عامله ازاي؟ عليها كراك شويه، فابتدي ابتدي انعمها شويه بالايه؟ بالبراون الثانيه اللي انا جبتها من ايميكو. طبعا ما تشتغلش الكيسز دي اللي تحت ماجنيفيكيشن عالي عشان ما تعملش دينجر للايه للدنتين. تمام دي تبايه بسيطه ازاي تعمل موديفيكيشن للتب. يعني لو جينا حطينا شايفين فرق الاي دي 6 دي عن دي الاي دي 6 ودي الموديفايد بتاعتها، شايفين فرق شاسع يعني. تمام فانت بتبتدي الاول توسع بالاي دي 6 عشان تبتدي يبقى عندك سبيس تعرف تدخل التب دي اللي انت هتعملها موديفيكيشن ناحيه الانر وول وتبتدي تشيل فيها. تمام ده باختصار فيديو النهارده عشان الناس ازاي تعرف اعمل موديفيكيشن للتب. الموضوع بسيط بس محتاج التول اللي بقول لك عليها، بحيث لو انت اشتغلت بيه ستون عاديه هتعمل كراك اكتر وهتعرض التب مع الفايبريشن مع الالتراسونيك ان هي تتكسر. فصراحه بعد ما ابتديت اشتغل بالطريقه دي الموضوع التب بتعمر اكتر من ان انا اشتغل بستون سواء اللي هي بتاعت السيراميكس اللي هي البيضه وبعد كده ارجع افنشها بحاجه من حاجات الدايموند كوت بتاعت الكومبوزيت. لا الموضوع بقى اسهل بكتير بالطريقه دي. تمام اشوفكم على خير، وهحاول المره الجايه اشرح لكم ازاي تطلعوا الفايل او ازاي تشتغل على الفايل، ممكن نرسمها ونبتدي نشرحها واحده واحده، وازاي تشتغل بالليوبل. تمام اشوفكم على خير وباي باي.